السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم الروبوتك باستخدام شريحة الأردوينو. عرفنا الحلقة اللي فاتت إزاي تبتدي المجال وإزاي تنزل برامج الأردوينو وإزاي تشتري الكمبليت كات اللي هنستخدمه في كل دروسنا اللي جاية، واللي ما تابعناش هتلاقي لينكات الحلقات كلها أسفل الفيديو. النهاردة هنتعرف على أنواع شرائح الأردوينو قبل ما نبتدي شغل عملي. هنلاحظ إن إحنا عندنا 3 أنواع أساسية من شرائح الأردوينو، وهم أردوينو ميجا، أردوينو أونو، أردوينو نانو. كلهم بيعملوا بنفس الفكرة بالظبط وبيعملوا نفس الوظيفة، ولكن الاختلاف الوحيد ما بينهم هو الانبوت والاوتبوت، عدد الفتحات اللي تقدر توصل فيها السنسور، وبرضو هتلاقي فيه اختلاف في الحجم، وبالتالي تقدر تختار طبيعة ونوع شريحة الأردوينو على حسب طبيعة التطبيق والابليكيشن اللي احنا هنشتغل عليه. فمثلا الأردوينو ميجا تقدر توصل فيه لغاية 54 سنسور انبوت او اوتبوت، وأردوينو أونو تقدر توصل فيه 14، وأردوينو نانو تقدر توصل برضو لغاية 14. وبالتالي هتلاحظ ان في تشابه كبير ما بين الأونو والنانو، واحنا هنستخدم أردوينو أونو الفترة اللي جاية في معظم تطبيقاتنا، وهنتعرف عليه اكتر بالتفصيل وطرق التوصيل العملي. هنلاحظ هنا الفرق في الحجم ما بين أردوينو أونو وأردوينو نانو زي ما اتكلمنا. لو جينا ركزنا على الأردوينو أونو، تعالى نعمل زوم إن كده شوية. تمام كده، هنلاحظ عندنا هنا الديجيتال بنت اللي احنا قلنا عليها 14 بن مترقمين من 0 لغاية 13، ودول تقدر تعمل بيهم انبوت واوتبوت. وقلنا كلمة ديجيتال دي معناها يعني هاير اور لو، بمعنى يا 0 فولت يا 5 فولت، ما بتقدرش تدخل ما بين 0 او 5 فولت، يعني ما بتقدرش تدخل 2.5 فولت على الديجيتال بان. ودي مهمة جدا هنعرفها في المشاريع اللي جاية ان شاء الله، بتدخل في الديجيتال ما بين يا اما 0 يا اما 5. طيب لما نيجي نبص هنا هنلاقي عندنا حاجة اسمها الانالوج انبوت. انالوج انبوت هنا دي بنستخدمها في دايما في السنسورز، بمعنى انت لما بتيجي تدخل مثلا عاوز تقرا فولت معين ما بين 0 ل 5، بمعنى مثلا 2.5 3، فلازم بتدخلها على الانالوج، لان الانالوج تقدر تدخل فيه من 0 ل 5 فولت، وبرضه هنتطرق للموضوع ده في المشاريع الجاية ان شاء الله. يليها عندنا هنا كل البنز بتاعت الباور. لو هنيجي نلاحظ هنلاقي عندك 3.3 فولت، 5 فولت، جراوند. خلينا نكون متفقين مع بعض ان كل الباور اللي هتشتغلها في الاردوينو لازم تكون اقصى حد ليها 5 فولت، مش اقصى من كده. لو انت دخلت اكتر من 5 فولت اللي على لوحة الاردوينو كلها بتتحرق. هنلاحظ عندنا كمان في شريحة طويلة هنا، ده المايكرو كنترولر، وده العقل بتاع الشريحة دي كلها، هو ده اللي بيدخل له كل المعطيات، اللي بياخد كل المعطيات من كل الانبوتس والاوتبوتس، وهو اللي بيدي كل الاوامر. طيب هنيجي نلاحظ عندنا كمان هنا في عندك باور انبوت، اكسترنال باور انبوت. طبعا الديزاينر عامل ليه الموضوع ده؟ لان في المشاريع الجاية ان شاء الله هنلاحظ لو احنا حبينا نزود الباور المستهلكة من خلال البوردة دي، فزي ما اتفقنا لو الأمبير بقى كتير اللي بيمر من خلال شريحة الأردوينو كل الشريحة دي هتتحرك، وبالتالي عمل لها هو external input power في حالة لو انت بتشغل أكتر من موتور أو أكتر من ستيبر موتور ليهم أمبير عالي. وطبعا هنا دي الوصلة اللي بنوصل بيها باللابتوب او بالكمبيوتر، وصلة برنتر عادية كلنا موجودة عندنا. هنيجي نبص مع بعض كده، ملاحظين هنا اللي حصل اول ما وصلناها بالكمبيوتر والطرف التاني في USB عادي، على طول اداني هنا LED لونها اخضر اشارة اون، معناها ان الكهرباء وصلت للدايرة بتاعتي كلها للوحة الاردوينو. هنلاحظ هنا في عندنا 3 ليدات، 1 2 3، واحدة مكتوب عليها L، واحدة مكتوب عليها TX، واحدة مكتوب عليها RX. الليد دي مربوطة ببن رقم 13، دي ليد عادية خالص تقدر تتحكم فيها.
اما الليد تي اكس والار اكس دول انديكيشن لبين رقم 0 و1 بحيث الارسال والاستقبال ما بينهم، وبرضه هنشوفها في المشاريع اللي جايه. طيب السؤال هنا، لو انا حبيت اوصل دلوقتي مثال صغير، عاوز عندي سنسور وعاوز اوصله بلوحه الاردوينو، ازاي التوصيله هتكون موجود؟ تعالى نعمل كده زوم اوت شويه. موجود عندي هنا سنسور، ده التراسونيك سنسور، تمام. لو انا حبيت اوصله بلوحه الاردوينو بكل بساطه زي ما اتفقنا، ديجيتال بن بنوصلها هنا بالبنات بالشكل ده. انت كده بالشكل ده وصلت السنسور بلوحه الاردوينو، وتقدر تبرمجها وتقدر تاخد منها داتا او ترسل اليها داتا. موضوع بسيط جدا. طيب لو انا حبيت اوصل لنفس السنسور ده بشريحه الاردوينو نانو، تعال نشوف الفرق. شريحه الاردوينو نانو زي ما احنا شايفين برضو ليها 14 ديجيتال انبوت زي ما اتفقنا، بس ما تقدرش توصل ليهم دايركت. ليه؟ لان محتاج تلحم. طيب هل الموضوع ده التوصيل بالشكل ده هيكون صعب جدا على المبتدئين وعلى اليوزرز يعني في استخدام اللوحه؟ طيب الحل للموضوع ده ايه؟ بنجيب لوحه بريد بورد. بريد بورد دي هتبقى اساسيه معانا في كل المشاريع. دي اللوحه التجريبيه بتاعتنا اللي انت بتوصل عليها كل السنسور وكل توصيلاتك، ودي بتبقى لوحه عباره عن فيها فتحات افقيه وراسيه متوصلين مع بعض. فلو لاحظت ان الفتحات لو انت وصلت بالشكل الافقي ده، اي توصيل ما بين النقطه دي والنقطه دي هيكون متوصلين مع بعض على نفس الصف. طيب على نفس الكولوم ده كل النقط دي كلها متوصله ببعض، بمعنى لو انا وصلت طرف هنا وطرف هنا معناها متوصلين مع بعض. لكن لو انا جيت هنا على الكولوم رقم 35، لو انا وصلت طرف في الاول وطرف في الاخر هنا، دول كده معناهم الطرفين دول متوصلين مع بعض شورت. طب لو انا وصلتها بالكولوم رقم 40 بقى 35 بالشكل ده، الطرفين مش متوصلين مع بعض. يبقى احنا بالشكل ده عرفنا برضو البريد بورد الشكل بتاعها عبارة عن خطوط رأسية وأفقية، الخطوط بالشكل ده متوصلين مع بعض، أي نقطة من النقط دي كلها متوصلين مع بعض، وأي نقط بالشكل الطولي ده متوصلين مع بعض. فاللوحة دي هتبقى هي الأساسية بتاعتنا، ولذلك فلما بنيجي نستخدم الأردوينو نانو عاوز تستخدمه في المشاريع بتاعتك بتدخله في البريد بورد بالشكل ده، ولو أنت عاوز توصل بالديجيتال بن بتوصله بالشكل ده. انت كده بالشكل ده تقدر تاخد انبوت او اوتبوت للسنسور. وكل المواضيع دي ان شاء الله هنشوفها في المشاريع الجايه مع بعض بالتفصيل. ولو اي سؤال عندكم اكتبوا لي في الكومنتس وهنرد عليه ان شاء الله. شكرا.